في صنعاء أيضا قالت مصادر محلية هناك إن مسلحين حوثيين احتجزوا صحفيا يمنيا وخمسة نشطاء بعد مداهمة شقة سكنية كانوا متواجدين فيها. وأضافت المصادر أن الحوثيين اقتادوا الصحفي نبيل الشرعبي والنشطاء الخمسة إلى مكان مجهول. نظم العشرات من مرضى الفشل الكلوي وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في صنعاء بهدف إيصال رسالة إلى المنظمات المعنية والمجتمع الدولي تحمل معاناتهم وتنقل خطورة الأوضاع التي تتهددهم في ظل وفاة العديد منهم يوميا. وطالب المحتجون وبعض الممثلين عن مؤسسات أمراض الكلى بسرعة توفير الأدوية والمعدات اللازمة لمراكز الغسيل الكلوي والتي أغلق الكثير منها في صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى مع استمرار الاقتتال والحصار.